انا جيتي اجي عندي تما البلاصه باش نديرو شي حاجه في القطاع كل ماشي عيش مزيان يلاه ما عندناش مزيان هاد المحل 85 درهم 89 درهم 89 وفين غادي فين غادي هاد الشيء اخويا السوق غادي لا كنت عجبه بالسوق 85 درهم رم بلاصو غادي نحيدها ها هذيك الكفته شنو البروفايد هادشي فيها؟ الجيغو الجيغو ها شحال كتحسب الكفته؟ الكفته 90 درهم 100 درهم دابا دايره 100 درهم شنو قلتي؟ أنا دابا دايره 100 درهم في الصحبة سوسيس مش عامل هذا خويا عامل اخويا كفته العجل كفته العجل كفته العجل والمليح العطريه ولا المول العطريه عطريه ما كنديروش ديك الصداره العطريه العطريه والمليح شحال ديال الكيلو هذا؟ 90 درهم 90 درهم وهاد هي كبدة كبدة ديال العجل كبدة وكلوة كبدة وكلوة شحال ديال الكيلو هذا؟ هذا 120 درهم 120 درهم الكوتليت هو هذا غادي يقطعو شحال الكوتليت هذا؟ الكوتليت اخويا خضر 130 130 درهم وطايب؟ وطايب ناضي بخبزة بكل شيء 150 درهم بحالو بحال الكبدة هاد الطروفة ديال اش هادو؟ هاد الطروفة السن السن؟ اه غنشوف هاد الطريف هذا؟ العنقرة العنقرة هذا خلاص السن اه هذا خلاص العنقرة هو الفوق بحال بحال هذا الملج 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 راه العنقرة العنقرة كتيب باقي تيب كتف كتف اش ندير مليح شحال وصل الثمن؟ الثمن الكري الكري 85 درهم 85 درهم 85 درهم والمليح والصور وفين غادي هذا السوق هذا ديال الحمد لله هذا الشيء اللي يحسن الله اللهم يكرم قلبي انا سيدي مرحبا يا سيدي مرحبا هاك اخويا مولي هاك دور عاد مرحبا بكم اسيدي مرحبا بكم في طون ديال المحل اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل مرحبا بكم سكر مدينه سبعيون تفضلوا مرحبا بكم زيدوا كل شيء موجود ارسل اخويا الماء سخون في الطارو تمايا اعطي اخويا الناس اتاي اعطي الناس اتاي انا اخويا داك الملويه يلا اصلا البن كل ساعه زيد هو عبد العزيز حتى الناس اخويا يلاه هاك الحاج مولي هاك تبرع عليها مع راسك بسم الله مرحبا سيدي ها هو عم الحاج ها ايوا لا 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 انت ملي بغى شي حاجه او في الدخله ديال باب السوق طيبات صوصات وحتى العصير هانتوما اللهم بارك يبغى شي حاجه يبغى في الدخله ديال السوق آه مرحبا خويا الحمد لله انا هاد البريسه بريسه نقيه كنبيع نشري فيها الكليات وحاجه نقيه وتاريخ انا بهاد الحرفه والحمد لله اللهم مالك الحمد بغيت ربح خدمة بلدية Thank you.
سبعيون معروف كيبيه اللحم ديال النعجة دوز ايام شوا ولكن حاجة مزيانة. حوا وصل الثمن 75 اليوم 75 درهم زاد علينا الثمن السي محمد كنا كنبيعو غير 13 دابا غنبقى 100 درهم في 75 صادق في التجارة ديالو قالك عندي الغنم ولكن دوز ايام شوا كيبدا 1400 غير 1000 درهم 2000 درهم 100 درهم 100 درهم هانتوما تبارك الله رزاق الله تبغى الصحة والسلامة في هذا الوقت لسان شحال كيلو 50 درهم وهذا حمراء 50 درهم وهذه الدواره 30 درهم حاجه مزيان انتم اللهم بارك لي بغى شي حاجه يجي عند السيده هو في السوق ديال سبعيون الفرخ المليحه سنين الحليبه شحال الحليبه تبارك الله الجدي شحال وصل الثمن عمي هذا الشيء 50 درهم 50 درهم هانتوما اللي بغا الحق راه الدواره 25 درهم 25 درهم 25 درهم اللي بغا شي حاجه يجي عندها الناس هو معروف في السوق ديالو الجديده عقده عبر شعبر سلام تازي بخير شحال وصل هنا 50 درهم 50 درهم 50 درهم هذا الشيء مليح هذه هنايا مليح لك شي الحليب ايش هذا؟ هذيك جيت هو فرق شحال الثمن هنا؟ 50 درهم 50 درهم 50 درهم هانتوما تبارك الله دواره؟ دواره 30 درهم 30 درهم هانتوما اللي بغا شي حاجه يشوف عند السيد هذا معروف في السوق مليحه شي ساكن شي ساكن عيون معروف تبارك الله اللهم بارك أسترالو 300 درهم هذاك أخويا 80 درهم 80 درهم عندهم شي 3 شهور علاش بيبي شحال هذا؟ هذا يتكار فيه شي 10 كيلو ولا 8 كيلو تبارك الله شي حاجة مليحة دار 300 درهم 300 درهم وهذا؟ هذا دار 220 درهم 220 درهم وهذا القنينة؟ القنينة أخويا هذا هما 60 درهم 60 درهم وهذا هما 80 درهم اللي بغى شي حاجه يخليها الرقم التليفون اللي بغى شي التليفون ديالك شحال 06 03 92 00 البيع والشراء اللي بغى عنده شي حاجه يبيعها ولا شي حاجه جات 70 درهم هذا 190 درهم 180 140 درهم 2600 130 درهم 130 درهم 60 درهم دجاجة 60 درهم جملة عاطين كيف؟ باعوهم 75 درهم دجاجة بيضة سير دجاجة أخي البيضاء 75 درهم باش باعوهم اللهم بارك 26 درهم ونص 550 ريال في يومي الذهبي في يومي 90 درهم 1600 درهم في يومي الذهبي رفيقي وصلت 30 درهم في يومي فطي والذهبي اللهم بارك 120 درهم 120 درهم 240 درهم شحال؟ تنقول جوج دراهم اخويا جوج دراهم بيض بلدي جوج دراهم متوالي في يومي الذهبي عطينا 55 درهم 11 درهم عطينا الله يجيبك التيسير اخويا
التواوط كان كيقول فيهم 400 درهم بجوج. يعطيك 130 درهم 2600 ريال اقول لك يوم جوج درهم في يومي.